يعني استنتاجاتنا طلعت في محلها منير. بس واضح كده يا فندم ان حسام ده ملوش دعوه بالجريمه خالص، هو نقدر نقول عليه ان هو شاب مستهتر وبس. بس برضه في حلقه مفقوده يا منير. لو افترضنا ان حسام ادى المرتضى الفلوس، مدكور خد خبر لان حسام اداله الفلوس. مدكور طلبها من مرتضى، مرتضى رفض. فمدكور كلف مدير مكتبه اللي اسمه صبري بانه يقتله. وده الاحتمال الاكبر يا فندم. طيب ورزمة الدولارات اللي لقيناها جنب الجثة، وكلام البوديجارد بان كان في اتفاق، فاضل تكاية واحدة يا منير، تكاية واحدة ونعرف هما ليه اتقابلوا الليلة دي وفي المكان ده تحديدا. تمام يا فندم، دي سعادتك المعلومات عن اصحاب العربيات اللي كانت بتتابع جودة. ايوه عزمي مكرم ورفيق صدقي. خويا منير تجيب لي بيانات وملفات الاثنين دول في اسرع وقت واعرف لي ايه حكايته. تحت امرك يا فندم. وعبود اخباره ايه يا عبروف؟ ما ظهرش لحد دلوقتي يا فندم. الواد راح فين بس؟ ثانية واحدة يا صبري بيري، ما اتحركش من مكاني. مكانك ده ايه؟ معقول يكون طول الفترة دي قاعد في بيتهم؟ ممكن يا صبري بيه، على العموم انا سايب واحد في المنطقة هيبلغني لو ظهر. ماشي اتفضل على شغلك وبلغني اول ما يظهر. أمرك يا صبري بيه. أيوة أستاذ صبري، مدكور بيه عايز حضرتك. طب انا جاي لحالا. اصل انا ناقص مقالات يا سي صبري. شعب المعاناه وطمع الغزاه، المقاله كلها مكتوبه عليا. ده كان فاضل يكتب اسمي كمان. مش ده الواد الصحفي اللي كان حاول يدخل المصنع اكتر من مره؟ هو يا فندم اسمه فاروق طلبه، بيحاول انه يقلب الدنيا عليا يا صبري. بيفتح ملفات قديمه، فات قديمة كنت قفلتها من زمان ونسيتها. أمرني سعادتك يا باشا، تحب سعادتك نخلص منه؟ لا 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 يا صبري، لا أنا مش عايز وجع دماغ. شوف عايز كم وديله. احنا حاولنا يا باشا وفشلنا، عمل فيها شريف. يا صبري اتصرف بس أرجوك من غير شرشرة. اطمن سعادتك،
دلوقتي بقى زود الدعاية على المصنع عشان تغطي على اللي كاتبه الزفت الصحفي ده. خلاص يا باشا. قولي اخبار واد السواق اللي اسمه عبودة ده ايه؟ هي يا فندم هو مختفي بقى له يومين، بس اكيد هيظهر. هيروح فين يعني؟ انا قلت لك قبل كده يا صبري الواد ده مش سهل. الو الو، ايوه خالي، ازيك خالي عامل ايه؟ انا الحمد لله كويس. لا ما تقلقش انا بطمن عليك بس يا خالي. انا وصلت الخليج واستقريت الحمد لله. الله يخليك يا رب يا خالي. بقولك يا خالي، انا عايزك خالي تاخد بالك من نفسك قوي، وتاخد بالك من امي ومن اخواتي، وخلي بالك من هدى قوي يا خالي. بص يا خالي، اي فلوس انت عايزها انا هبعتها لك. ايه بتقول ايه؟ سامع دوشه قوي عندي؟ يا خالي، ما اصل انا واقف جنب الخليج على طول. طيب مش عايز اي حاجه، مع السلامه. خالي خالي، والنبي يا خالي، الرقم ده ما تدوش لاي حد، ها؟ اصله يعني بتاع صاحب الشغل يعني، وانا بتكلم من وراه. ماشي يا ابو رمضان يا ابو صيام يا جميل، مع الف سلامه يا خالي. سلام عليكم. انا ايوه انت. انا ايوه. مرات بتعمل عمايل والله. فينك يا سيده تشوف؟ ان شاء الله تكون احسن دلوقتي يا ابو دبيح. بلا احسن بلا زفت بقى. وبعدين انا عايز افهم يا زهني، يعني ايه ابقى ماشي في لوكاندا عظيمه في امانه الله واقع في حفره؟ يا ابو دبيح، ما اسمهاش حفره اللي انت وقعت فيها ده، ايه اسمها؟ حمام سباحه، لا يختلف على تسميتها اتنين في الدنيا. ما انا عرفت ان هي حمام سباحه يا زهني، بس بعد ما تليلت وقعت. زهني انا عايز افهم بقى، ليه مفيش علامات إرشادية ولا لوحات كده وان توضح ان خلي بالك في حمامات سباحة اصل تقع فيها؟ ها يعني اروح الناس ايه، لعبة في ايديكم؟ وبعدين لوكاندا عظيمة زي دي وحمام عظيم زي ده مفيهوش وحدات انقاذ ولا غواصين؟ ايه اللي ما يعرفش يعوم يموت؟ احنا اسفين جدا يا ابو دبي. يا راجل بقى بلا اسفين بلا هباب بقى. لا يا ابو دبي، من فضلك ارجوك لغة الحوار تكون اخف من كده شويه. بلا لغط، انا اللي عندي ده وانا زهن. ممكن تسيبني اتكلم معايا بعد اذنك؟ طيب اتفضلي. اتفضل انت، اتفضل انت، ده بقى حاجه لا تطاق. خد البلطجيه بتوعك وردموا الحفره دي. يلا كل واحد على شغله، اتفضلوا. صاحب شغل قوي. انا اسفه جدا. لا انا لا السبب، مش كده؟ لا ولا انت السبب ولا اي حاجه. اتفضلي حضرتك. انا مش متضايق في اي حاجه يعني، غير ان انا اتخذت على اخوانا حمام السباحه ده ونخدنا على اخوانا يعني، وانا موتي وسمي اتخذ على اخوانا، وده اللي الناس ما تعرفوش عني على فكره. انت دمك خفيف قوي. ربنا يخليهم لك. انت اول مره تيجي شرم الشيخ؟ اول مره اشوفك هنا. الحمد لله يعني، بس مش هتبقى اخر مره. انا جاسمين ستايلست. وانا عبوده طاهر. طب تسمح لي اعزمك على حاجه بمناسبه تعرفنا؟ لا انا اسف، ما اسمح لكيش. مش عبوده اللي تعزم، انا كنت بتعزم من هنا ورايح. انا بعزم بس، انا غني قوي على فكره. ها قلت ايه؟ اوكي خلاص انا موافقه، ممكن تعزمني. انا مش عارفه اتاخر ليه كده. مش هيجي يا شيماء. وانت ايه اللي خلاكي متاكده قوي كده انه مش جاي؟ انت اللي اكدتيلي. انا عشان من ساعه ما قعدنا وانت قلقانه ومتوتره، يعني انت مش واثقه انه هيجي، يعني عندك نسبه شك. عايزاني نثق فيه. حتى تليفونه مقفول. عشان تصدقيني لما اقولك ان ده ما يلاقش بيكي ولا يستاهل حتى تكلمي في التليفون، صح؟ صح. يا بخت اخويا عبوده بيكي يا ابو الهدى. انا دلوقتي بس عرفت هو بيحبك قوي كده ليه، ومش ممكن يفكر يرتبط بواحده غيرك.
يا دكتور انا عملت له غسيل معده، كان عنده تخمه حاده، الاستاذ واكل 6 كيلو لحمه ونص ديك رومي وفرختين. بس ده شكله لسه تعبان يا دكتور. لا ما تقلقيش، ده اثر غسيل المعده، ان شاء الله هيبقى كويس عن اذنكم. اتفضل يا دكتور. متشكرين جدا يا فندم. 6 كيلو لحمه مره واحده يا مفتري، انت شمتان في اذني. لا مش شمتان، بس مستغرب، ده الاسد في جنينة الحيوانات ما بيأكلهوش 6 كيلو لحم. انت بتنقى زوني. زوني اتصل بالمطعم زوني. اخليهم يلفوا لي الباقي عشان حاسس بهبوط. ياه انت عارفه يا جاسميني، انا اول مره في حياتي احس الاحساس الجميل ده. عارف؟ انت رومانسي قوي. انا عارف. وده بقى اللي الناس ما تعرفوش عني، ان انا رومانسي وغني. قولي بقى. بقى. بكلمك. عرفت كم واحدة قبل؟ انت يا جاسميني اول حب في حياتي، مستعد احلف لك عشان تصدق. انت طيب قوي يا بودي. بودي؟ مين بودي ده؟ انت تعرفي حد غيري ولا ايه؟ استنى. انت بقيت تهير عليا بسرعه قوي كده. طب تعال. لا مش هقعد. ولا هيرتاح لي بال غير لما اعرف مين بودي. انت يا بوده من النهارده بقى اسمك بودي. طيب يا جاسمين ايش معنى عن بودي؟ عشان بودي ارق. طب لو على الارق بقى، ايه رايك في وليد؟